أعز فيلم أنتجته وزارة السياحة والآثار الفلسطينية عن كنيسة المهد بجائزة السياحة العربية. جاء ذلك في احتفال رسمي عالي المستوى في العاصمة البريطانية نظمته مؤسسة لندن العربية بحضور عدد من رجال الأعمال والخبراء السياحيين البريطانيين والعرب. وقد شارك في الاحتفال السيد ميشيل عوض رئيس جمعية الأراضي المقدسة لمكاتب السياحة الوافدة، والسيد ماجد إسحاق مدير عام التسويق والإعلام السياحي، وعدد من الشخصيات السياحية والدبلوماسية. وتحظى كنيسة المهد ببيت لحم بأهمية كبرى لدى كافة الطوائف المسيحية بسبب ارتباطها بمكان ميلاد السيد المسيح، حيث ينجذب إليها كل مسيحي العالم لأخذ بركة المكان، خصوصا في فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.